2 مسافة يا إيكونومي روح شوف لك إيكونومي حياكم الله يا جماعة عندنا مرة أخرى مود أمونج وترى المودات كل ما لا تسحب الناس تطلب جودة أعلى وشيء أقوى فيبغى له وقت فقاعد أجهز لشيء جاي قريب قوي مرة آخر مقطع الأسبوع تفوق وصل فوق 190 ألف لايك فوق مليونين مشاهدة أسأل الله إنه يسعدكم وحاب أقول لكم أبشروا بالخير لا تحملوا من لايك والاشتراك اليوم مش عندنا يا جماعة السلام عليكم أول شيء يا سلام طيب اليوم عندنا مود بنتين وش هو بنتين يا أحمد بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث خاصيات ما بطول فيها الأولى الناري الناري يقدر يا جماعة الخير يقفل أي مكان ويحط جدار إذا حطيت جدار كده ما تقدر تدخل وأقدر يا أخوان صف صف واحد أبوريكم شيء دخل طيب خلاص طيب جدار خربان استكروت على الماوس لازم تخليه بشكل عبودي هذا أوكي تعال 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 هنا تعال هنا كيف؟ يلا ادخل يا حميد ادخل لا يا حميد دقيقة دقيقة هنا 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 تعال 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 اصبروا يا رب ما تضبط يلا ادخل اوكي وروني اصبروا اصبروا تعال 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 زي باب قفل الباب يلا ادخل يا حمير يلا اوكي اوكي فهمنا طيب نرجع فوق نكمل شرح المواطنين كل ما يسوون مهام يجيهم مطرقه المطرقه يمدون يكسرون فيها الجدار احمد احمد زيش مطرقه ما افهم انا ما افهم زي هذه تستخدمها لتكسير الجدران تروح كذا تقعد تضرب 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 ويكسر الجدار واضح لكن ما خلصنا عندنا شخصيه ثانيه عندنا الشخصيه المرعبه ما بذكر لكم بكل تفاصيلها ايش ولكن انتبه انتبه لانه يختفي وفجاه ينزل وينك يا ولد ويشيلك ايوه عاد يمشي بيك عاد والى اخره عموما بمطول عز المشاهد المود دسم ومليان وفي اشياء كثيره بتشوفونها بعد شوي لا تحرمونا من اللايك والاشتراك وسمي بالله الرحمن ونبدا المقطع بسم الله واللهم ارزقنا يا رب الحمد لله راضين ولا نقول شيء والحمد لله نعمه من رب العباد بس ما بفك المسواك هذا الله بسم الله نشوف كيف يا رب امبوست يا اخي كان من المواطن يا اخي كروميت يا الله يا كريم يا مرحبا يا مرحبا بنتن فور ارمز السلام عليكم معكم انا صهيب القاتل يقل ما تحرك بيت الجن شك فيه انه هو المبوستر وصهيب ما افتك لو انه هو كان تحرك بياني يسوي مهام على طول مدري ما في مشكله والله المهام كثيره مره بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين لازم أول ما يبدأ الجيم نمسك الكاميرا لمدة 5 ثواني نجلس فيها النبض عيال التوس قاعد يتحرك يمديني أطرح الإمبوستر اللي فيك أو لا أوكي البنتن اللي عنده سياعة ثواني أحمد حيعرق على راسي ويجيب بس أول إشي خليني أروح فيك الأدمن وريان عندي يا مرحبا يا ريان طيب خلينا نوقف عند الكاميرا شوي طلع المسواك يقل فوق يمين يقل فوق يمين يقل فوق يمين ما علو دخل الآن أصبر ترن عليك كلب أصبر والله يتيب معه دخلي يتيب يا رب يا رب يرد يا رب اسمع اسمع الله يرضى عليك الله يرضى عليك أنا قاتل اسمع بدأ أدبح وانت إيش احكي أنا كنت معك طيب ماشي اول شيء نذبح اخوك لانه اخوك معك بالغرفه مصيبه لانه باي 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 بسم الله سكر ابواب سكر ابواب سكر كل ابواب ايوه كهرب طفت ايجل نازل تحت جهه الكوميونيكيشن ما في الا ايجل معلو بالماب الفرقان حلو حلو كان بري اكتر صهيب تو طالع من الادمن يزيد تكفل عليه الباب ما قاعد تتكفل في كل مكان صهيب مختفي نص ابو ملك طالع فوق عند اللور انجن يزيد وصهيب مع بعض الريان دخل عليهم مدري من وين ابو ملك راح الرياكتر الان حاليا في 3 اشخاص متواجدين في نفس المنطقه في شخص ناقص اللي هو اتوقع انه ايجل احتمال انه ايجل مات احتمال انه ايجل مات احتمال انه ايجل مات السلام عليكم تعال 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 من هاد ايجل صح اوه شيت افزع لي معلو عندي معلو اسكس مي شفت مين هذا يكون يا ترى افزع لي عندي ريان يا ربي يا ربي خذوا تعال ايجل مع السلامة رب البن من هون
ريان ويقل بريئين ريان ويقل بريئين ريان ويقل بريئين ريان ويقل بريئين بس ما راح امسك مره ما راح اسوي اجتماع مع لو بري مع لو بري مع لو بري مع لو بري افتح ما كان بري مرحبا لا 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 اجتماع يا رضا أرجوك تعال عجزت أعرف مين إيجل إيجل وينك إيجل تودي برا الماب برا الماب ودي برا الماب لا ليش 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 ضرب اجتماعي معلي يا معلو ضرب اجتماع أوتو 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 الله يقطع لعبك يا معلو يا معلو عديم اللعب يا معلو عديم اللعب أبو ملك آخ تعال تعالوا لك تعالوا لك صلي يرمي عليك سامح عليكم يا ايوه برا الماب نزله وتعال خد بوكس تعال 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 خد ابلع 9 2 2 7 9 اقسم بالله اني العب مع اسبك ناس امونج اس ما احد يسوي اجتماع ولا احد فيهم يصلح العب مع سبايك اه يا سبايك يا سبايك يا اقسم بجلال الله انكم اسبك ناس لعبت معهم اظن ورب الكعبة ورب الكعبة انكم اسبك ناس العب معهم اظن وقفوا والله توقفون وتخلوني ابرد قلبي اص انا بتكلم الان لان ممكن يصير لي شيء معلو معلو ليه ما تسوي اجتماع يا معلو ليه ما توقعت انه يبديني اسوي اجتماع اجتماع يقول ما توقعت والله راح تنزل لك حبيبي ذاك بيشغلني معك يا ابو شايع تكفى والله حرام ما استمتعت والله ما استمتعت عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ديفن ويلا الجيم الثاني الان يا رب الحمد لله والله اني فهيت شوي اوكي 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 طيب انا الامبوستر وانا عندي خصائص مهيب زي اي خصائص أبسوي حركة يا عيال ما حد فيهم بيتوقعها أول شيء بوقف هنا تمام وشغل أوتو وما بتحول هذا المطرقة معاي شباب السلام عليكم مرحبا ها صلح 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 بياخذ معي احد اب اوكي اوكي كلهم هناك كلهم هناك اصبروا بطب على واحد فجأة وباخطف اخطف تعال بيك بسؤال تعال بيك ما خلني ما خلصت طلع الاستراتيجية هذه أوريكم التاريخ كيف يا عيال اصبروا 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 الله يمسك بالخير تعال هذا عندي هذا عندي هذا عندي امسحوا لي يا رب يا رب لا 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 بيرمي البرا اسمن شافي الو وين رحت ما شافي لو الله يقطعك مرتب اقلع برا يا استاذ شت انزل عليه تنو
كمات 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 لا ركان ركان انسحب ركان انسحب لا 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 ركان يا ساتر يا الله ابو مالك ويقلع يجين انا عامل يزيد وصايب وش فيه يزيد وركان بريئين انا الحمد لله الحمد لله ايوه ركان حاليا ركان بايد القاتل الفول ارز يا عمري يا شيخ تلعب الو عيال انا كملي مسوي ميوت سمعوني انا عندي اتهام انا عندي سؤال قبل اتهام جثة ايجل بالرياكتر ممتاز اوكي انا كنت تاكي اول ما طفى الكهرب بالزاويه اللي اشوف فيها الفنتين فجاه يا معلو دخلت على الرياكتور والجثه كانت قدامك وطلعت ولا سويت اجتماع اذكر السبب الان شفت الجثه مو معقول معي توصل المرحله هذه قدام عينك الجثه تقول ما شفتها ابغى عذر منك اللي بالصوت لانك امبوستر طيب اوكي بس كت يلا رد طيب اول شيء الرياكتور وين الرياكتور خلينا نتذكر دقيقه عادي نعطي اقصى يسار يلا اقصى يسار اقصى يسار حلو إيه؟ انا دخلت الرياكتر متى دخلت الرياكتر يا الله متى دخلت طيب يا عيال احد شاف معلو راح الرياكتر ولا لا اللي ماسك الكمال كان نازل للورنج اقصى اليمين يا ابو شايع ممتاز اللي كانوا جهه الكامات مين كان جهه الكامات مين مسك الكامات انا بقول لك انا ويزيد صهيب شطفنا ريان كان معاي يسوي مهام في الالكتريك أوكي. فلذلك يعني معلو وابو شايع انا مرتاح جدا واعطيهم هذا انهم مواطنين 100% ريان ويزيد ابى اسال صهيب سؤال صهيب كيف شفتني وكيف عرفت ان القاتل شايلني كيف انت غبي يا حمار صهيب ادمي معنا عملت ريبورت صهيب ادمي معنا اعطيك يوم من الاخر ترى ابو شايع هو الامبوستر معلو يا عيال انا ماني خايف تمام لان معلو الامبوستر ونعرف معلو كيف لعبه تمام بس تبون نمشي ونطول ما لي مشكله نعطيك محتوى يا شباب سكيب سكيب ركان وانا صص على صهيب صص على صهيب ومعلو واحمد يزيد مصوت علي ليه يزيد صص على معلو صص على معلو ابو شايع يلا عندي احساس عادي ينفع يا لازم اشيل صهيب معرق طيب في خطه ثانيه براسي شوف معلو شو معلو قفل الكهرب معلو قاهرني حطها فيني والله اني مسكين و100% ابو شايع امبوستر والله انه امبوستر ولا انا ما اعرف شيء والله مره احس اني بندم على الحركه هذه يا عيال اقسم بالله احس اني بندم يا رب ما هندم يا عيال قاعد العب ماين كرافت لا يا شيخ لا الحمد لله الحمد لله كسر ايوه سوي مهام سوي وين اوتو رياكتر بسرعة يوم يدخلون ما قفلت زين Thank you.
الله يا 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 السلام عليكم. اهرب اهرب. لا. يما قفل البيبان قفل البيبان قفل البيبان اقول لكم هذا ما يخلي حركات ما يخلي حركاته. اللهم اجعل في سبيلنا هذا البر والت يا ليل ام الحق ما خلى جدار ما يقفل هذا. يا سيد لا لا بريء الله ياخذ العدو المشكلة قاعد ببرئ ناس وهم لها عدة البريئين ما ماتوا ايوه كهرب انا ما عندي ميتنج انا حتى لو الكهرب موجود ما عندي ميتنج ما عندهم مطارق انا تابع ما يا الله مالو ريان في حركه يمديني اطرحهم منها يا عيال البار يزيد مو مشول البار طلعوا البار فوق يسار يزيد لو وقفت جنب واحد تو وسوي مهمه بس يمكن يفيق صح شو ماكنهم اثنين هنا اوكي ما هي مطرقه الان انا اذا انحشرت في مكان معناته اني اقدر احل الموضوع معلو ايجل ايش عندك ايجل؟ اوكي وش ذا؟ جاني النار جاني النار يا ويلك صهيب 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 مواطن صهيب مواطن بس مين اللي تحت؟ مين اللي تحت؟ صهيب مواطن صهيب مواطن صهيب مواطن اوه قفل الانوار صهيب مواطن اوكي المعرق مواطن المعرق مواطن يا ويلي تكفوا صلحوا الكهرب بسوي اجتماع صلحوا الكهرب الله يرحم امكم الحمد لله انا مت اي اتوقع انك مت يزيد مات لا اله الا الله وش فيه هذا الامبوستر جالس يلحقنا انا ويزيد في الكافيتيريا ولا قدرنا نسوي اجتماع عشان الكهرب طافي طيب اخر مره شفت الامبوستر قبل كم ثانيه توني الان 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 قبل كم قبل اجتماع انت شايف الامبوستر كان عندك اي كان عندي صهيب مواطن معلوم مواطن واستدل بقولي من الاتي في حين ما جص الامبوستر وقف عين الباب صهيب كان عندي وفي حين ما انضرب الاجتماع وتصلح الكهرب معلوم كان هو اللي مصلحه فتبقى عندنا ايجل وريان وراكان وابو ملك ايجل معاك لا انا ما لي دخل ايجل سليم جدا ايجل صلح الكهرب معاك تو الان باقي عندنا راكان ابو ملك وريان فهو ابو ملك يسوي مجنون وين انا سليم يا شباب وين مكانك ريان ابو ملك وين مكانك ريان انت وشو متى اخر شيء ايه شو اسمه باليسار مره ذيك شو اسمه نسيت الابرنجن ايه
شفت صايب كذب يسار بالنص يسار بالنص وش يسار بالنص هذيك كنت اسوي مهام المتاهه ذيك هذا شو تلعب يا عيال الازرار الجديده يا عيال الرياكتر قصدك الرياكتر 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 طيب شفته؟ عيال بالرياكتر انا والله طيب ركان وين مكانك؟ ركان وين مكانك؟ انا يمين يمين توني داخل نافيجيشن والله ابو ملك انا في الكافيتيريا الان والامبوستر عندي وشال يزيد قدامي ايجل متاكد ان عندك يا معلوم ايجل 100% معاي طيب اجل اشوفك ابو ملك ابو ملك انت مسوي امرجنسي ميتنج ولا امرجنسي ما سويت على الجث عشان ما يذبحني اجل اجل سكيب وعندنا صف على الثلاثه هذول يا عيال عندي ركان وعندي ريان وعندي فرض ابو ملك بلحق ريان عشرة شو البلو هذا واحد ميجا ايش طول ايش طول كذا مرة ولا زادوا الوقت ولا ايش خبر 10 ثواني طيب اللي صار مين عندنا؟ أبو ملك وصهيب بالنص، صهيب فوق أبو ملك فوق، أبو ملك تحت، صهيب فوق أبو ملك تحت، صهيب فوق أبو ملك تحت، إيجل توه نازل من فوق، صهيب دخل الميد باي. والله تحت 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 بال شو اسمه؟ كمان كهرباء كهرباء كهرباء. مستحيل جون برجلي شو جوتي جون بري بند 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 والله بند وايد وايد هاي ما فيها صيد وش ذا طلع بند هنا هذا ما ميت أقدر أسوي ريبورت ميت ريان ريان مات ثواني ثواني أي ملك نقدر نبرقه أعطني إيش واحد أحمد اصدل بالكامة أحمد عايش؟ عايش؟ طب اسمعني كثير منيح هو نط هو نط هو هو نط وروح الكهرب حلو؟ ذبح مين؟ ذبح ريان أوبو ريان وأي ملك كان عند ريان ولكن أنا شفت القاتل طلع فوق بنت شفته أنت بالكامات صحيح؟ صحيح رجع نط تحت؟ صحيح رجع نط؟ لا ما رجع نط ما رجع نط أنا عرفت من هو القاتل أنا عرفت من هو القاتل أنا عرفت من القاتل أنا عرفت من هو القاتل يا عيال أنا أحس إيجل ولكن لا إيجل إيجل مواطن رسمي ولكن بسأل السؤال ركان ركان ذبح أخوه صبر ركان فك ميوت ما أتوقع يسوي ركان لا لا بسألك سؤال بسألك سؤال بسألك سؤال ركان جاوب فيه بسرعة ممتاز أبشر بي هل الجيم هذا كانت فيه مهمة البطاقة إيه أو لا أثنتين البطاقة والكهرب الله يرضى عليك يا أخي إيزي أجاوب يا عيال أحد فيكم سوى مهمة الأسلاك صراحة كلنا يا الكل الكل احمد طيب ركان اخي القم ايش عندك مهمه ما سويتها وش عندي مهمه ما سويتها ما اقدر اسالك ما خلصتها ممتاز الان كلنا معاك البار يتحرك في حال انه ما زاد البار انت ميت يلا تم انا بقول لك ايش صار بس صايب صايب بقول لك ايش صار انا شفت انا شفت وانا ماسك الكامات البنت طلع من عند الذراع حقت العملاق ومسكت الكام وطلع من فوق ركان ماسك بيد مطرقه هل احسن الظن ولا اطلعه القرار عندكم احمد المطرقه احسن الظن ما دام معه مطرقه قاعد اسوي مهامي وقاعد اسوي مطرقه انا اقول احسن الظن باقي يا ابو مالك مش موقفه من الاعراب يا صهيب اصبر اصبر احمد طب ليش ما حكى اوه الكاتل كان عندي شفته طلع عندي من البنت ما حكى بتكلم إيه ركان ليه ما قلت لك لا انا طالع انا طالع يا عيال ما انتبهت ابدا تهويل يحب يكبر المواضيع يب لو شفته بتشوفني صارخ ما شفت شيء يا عيال طيب ركان طالع ركان ركان الان عندك مطرقه ولا راحت منك بسوي مهمه قدامك اطلعها ايش رايك ابي اكسر عينك يلا يلا امشي يا عيال ركان ركان بس خلنا نشوف شو بيسوي ركان حبيبي هذه اسمها مطرقه تعال شفتها طيب
اوكي البار ما تحرك، البار ما تحرك. يسوق امها، يسوق امها، هذا والله يسوق امها. اقسم بالله اللي يسوق امها والله. كم مره ترك ركان ركان مهمتين مهمتين سويتها قدام ركان والله انك تسوق امها والله. طلع المطرقه يا عيال شو يبون؟ مين كاب داول المطرقه حتى لو عملت مهمتك؟ ما يمديك تطلع مطرقه واصلا وش المهمه اللي بالكوميونيكيشن اللي تخلص بنص ثانيه هذي؟ وش ذي؟ سكب يا عيال سكب سكب يا ابو ملك يلا ها يلا سكب سكب يلا راسك يلا سكب راسك ايه القم 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 احنا علاقه ثانيه والله يا ركان ماشي ابلع يا ركان لعبك يضحك الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه اتمنى استمتعتوا في مقطع هذا اليوم اتمنى من لايك والاشتراك شكرا لدعمكم طلعوا على محمد الله الكريم.